السلام عليكم، اسمي أفقر العائشة، كنت كنسكن بمركز إيساجن، كنت شريكة في ستاسيون إفريقيا ريستوران قهوة مجزرة مع السيد حسن الفارسي. كنت خدامة معاه تقريبا المدة ديال عام ونص، درت الماتيريال، شريت الماتيريال، المعدات ديال المشروع، وهو عطاني اللوكال على أساس أننا كنتقسموا الأرباح في النصف. من بعد وقعت مشاكل، اللي هو من وقفنا باش غادي نتكاتبوا جا شي محضر ديال الريشيرش ما تكاتبش معايا. من بعد بقيت كنطالبوا على اننا نديروا عقد باش انا ما نضيعش في الحقوق ديالي، ما نضيعش في الماتيريال ديالي. بقى عليا واخا واخا واخا، من بعد واحد النهار كنتفاجئ انه سد المحلات ديالو وبدل سلا القفوله ومشى بحالاته. بقيت كنتصل به بوسائل حبيه، دخلوا الناس كبار وناس مزيانين على اساس اننا غادي نديروا حل حبي بلا ما ندخلوا المحاكم بلا ما حتى شي حاجه. بقى كيتهرب، المهم ملي بقى كيتهرب صافي اضطريت على انني نلتجئ للمحكمه وندير الشكايه ديالي. واحد النهار قلت له من الاحسن من الاحسن حسن تفرقوا، تلاقينا خوت نتفرقوا خوت، بنيه انني جايه باش نخدم، جايه باش نستمر الاموال ديالي في مشروع كبير. من بعد حسيت على ان داك السيد ما غيدير حتى شي حل. واحد النهار انا خرجوا من الدار ديالي تسخر، حتى كنتفاجئ به مورايا في الباب ديال العماره كيضربني بيا جرى راسي، قال لي ها الفلوس اللي كطلبي من حسن الشعيب، حسبي الله ونعم الوكيل. على اثرها طحت هزوني المستشفى، من بعد مشيت للمحكمه ديال مركز يساقن، اتصل السيد القاضي بالاستاذ اللي كان تماك نائب الوكيل، عيط لي قال لي صافي سيري ديري شكايه للدرك. درت شكايه للدرك الملكي على اساس محاوله القتل، هذه الشكايه مع كامل الاسف ماشي الشكايه ديالي، ماشي الامضاء ديالي، مع كامل الاسف انا كنشكي بحسن الفارسي والدرك الملكي داروا لي احد رفاق حسن الفارسي. اللهم هذا المنكر. هذه شكايه درتها للوكيل العام، سيد الوكيل العام. من بعد مده طويله كنجي كنتفاجئ ان هذا هبطوا على الابتدائيه وتحكمت في الابتدائيه وتحفظات في الابتدائيه، هذا من جهه. من جهه اخرى هذا المحضر ديال الدرك الملكي داير محاوله القتل حول للضرب والجرح. هادو الصور اللي درت على الضربه ديال مستوى الراس، على هاد الضربه هادي وليت كنطيح ديك خيز 3 فوا حتى 4 فوا باغ سيمين، كيهزوني المستوصف ديال إيساقن، شهاده طبيه ديال المستوصف ديال الطبيب ديال المستوصف. من بعد درت شكايه ديال خيانه الامانه والنصب والاحتيال، ها هي فعلا كيامر على ان السيد جابوه في حاله تقديم. هذه ورقه الاستنطاق، محضر ديال الاستنطاق، ربما انا ما نعرفش اللفظ ديال القانون، مي هادشي اللي فاهمه وهادشي اللي عارفه. انا دايره خيانه الامانه والنصب والاحتيال، الا اذا واحد النهار كنتفاجئ انهم كيفوا لي المحضر انتزاع عقار من حيازه الغيب، وانا لا اطالب بالعقار، انا ما كنطلبش العقار، انا كنطلب المعدات ديال المشروع، الماتيريال ديال المقهى ديال المجزره وديال ريستوران ولي باك صال دي جو. حولوا لي الشكايه كيفوها على من طريقتهم الخاصه، انا لا اطالب بالعقار ولا اطالب بالعقار. المحل اللي انا دايره فيه المشروع ديال مولاه ديال حسن الفارسي، كنطلب بالمعدات وكنطلب بالتعويض المدني وكنطلب بالحق ديالي،
من المحاكم من 2009 ما كاين حتى نتيجه. المشروع مشى، رزقي مشى، وصحتي مشات. حسبي الله ونعم الوكيل. وفي الاخير انا كن من خلال عدسه هذه الكاميرا كنوجه الشكر بزاف والتقدير والامتنان لجمعيه جهويه اتحاد الوطني لنساء المغرب، ومركز الاستماع والاستقبال للمرأة المعنفة، وعلى رأسهم السيدة عزيزة العمر رئيسة المركز، وجميع الأسادات منهم أسادة نزيهة وأسادة سميرة، يعني قدموا لي دعم معنوي ودعم نفسي ودعم مادي، يعني كيوكلوني بالعربية كيشربوني. الصراحة لكل ما لقيتش هذيك العائلة الثانية ديالي كراني مصير في الشارع، وهذا حرام، هذا حرام يبغي لا ربي ولا العبد. وكنوجه لهم جميع الامتنان والتقدير. لولا هاد الجمعيه كراني في الشارع يتمرس عليا عنف واحد اخر، وربي ما يبغيش ولا يرضى. وفي الاخير اشكر كل من تعاطف معي في هذا الملف، وهذا رقم الهاتف ديالي 06 61 80 87 57. وكنوجه الاخوان جميع الاعلاميين والصحفيين والجرائد الالكترونيه والمحليه والوطنيه، كل من بغى يستفسر مني رقم الهاتف ديالي ها هو في هذا الفيديو. واشكركم جزيل الشكر. واخيرا استنجد بجلاله الملك محمد السادس نصره الله وعاشه الملك، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.